كوفية جميلة قوي. أنا بس بدور على كوفيتي. أنا بوظتها. أنت مخبي حاجة عني؟ ولا حاجة. أهي الكوفية بتاعتك. كانت خطية إنك أخدتها. والخطية بتخلينا عايزين نستخبى من الله. لما خبيتها خلتيني أحس إحساس وحش. هو ده بالظبط اللي الشرير عايزنا نصدقه. الله نور. لما الله بيكون موجود بيبقى فيه نور. بس لما بتبقى الخطية موجودة ونستخبى في الضلمة مش بنبقى كويسين.